طب خاتك وصرفنا شو اسمها وات صوتك وات صوتك هلا بدك تلاقي بالعمل فيكي غير انا شو اسمها بزبطي بزبطي خلاص عم نوصل حتى نوصل شو يعني سلام بعد امره ما له معروف يا شباب احنا شو اذا بتريد احنا شو اذا بتريد يا حاج اذا نوصل شو عم يصير روح هلا بكره بتقول لك ضربتني وضربتها روح باحترامك وبتحكي ما بحكي انت عم تحكينا ما بعرف صوتك يا رجال يا رجال يا رجال خلص خيب عطا مين نحن لحالك وبتنلعب بحطاتنا شايفين طلعت على الهواء تنلعت لوت يا ابن الشباب راشيل كرم ابصر شو عم تحكي على الهواء عن الطائفة السنية مش رايقة للمستقبل اي واحد ليه مش نحن الزعران يلا الله معي الله معي امبارح على التلفزيون بتقول الشعراء ما انتوا عم تمثلوهم ما انتوا عم تمثلوا التلفزيون ما عم نعمل شيء ما عم نعمل شيء Thank you.